السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اسمعوا معي هذا الحديث والأثر الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد حسن إسناده ابن حجر في المطالب العالية. يقول رضي الله عنه: إذا أمر الله بأمره، يعني جاء يوم القيامة، مدت الأرض فكانت كالأديم مثل الجلد، ما فيه لا عمارات ولا مباني ولا شيء، ويجمع الله الإنس والجن. قال: ثم تنشق السماء الأولى عن أهلها. من هم أهلها؟ الملائكة. قال: فيتناثرون على أهل الأرض. شوف المشهد المرعب المخيف. قال: فيفزعون إليهم ويقولون: أفيكم ربنا؟ قالوا: سبحان الله، وإنه آت. معاذ الله أن يكون الله مثل أشكال الملائكة، وإنه آت، يعني سيأتي. قال: ثم تنشق. قال ابن عباس: ووالذي نفسي بيده، إن أهل السماء الأولى لكمثل أهل الأرض من إنسهم وجنهم بالضعف مرتين. قال: ثم تنشق السماء الثانية عن أهلها، فيتناثرون على أهل الأرض، فيفزعون إليهم ويقولون: أفيكم ربنا؟ قالوا: معاذ الله، وإنه آت. قال: والذي نفسي بيده، إن أهل السماء الثانية لكمثل أهل الأرض من إنسهم وجنهم بالضعف وكأهل السماء الأولى، كل من سبق مرتين. قال: ثم تنشق الثالثة عن أهلها، فيذكر أن أعدادهم كمثل أهل السماء الأولى والثانية وكالإنس والجن مرتين، إلى السماء السابعة، كل سماء يسبق من قبلهم أو يكون عددهم كعدد من قبلهم كاملا مرتين. قال: ثم ينادي بعد ذلك مناد: اليوم يوم الكرم. ثم يقول: أين الحمادون لله على كل حال؟ هذا يوم العطيات والجوائز. قال: فيؤخذون من بين الناس ثم يسرحون إلى الجنة، صلى الله الكريم من فضله. قال: ثم يقول: أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ فيؤخذون من بين الناس ثم يسرحون إلى الجنة. قال: ثم يقول: أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ قال: ثم يؤخذون من بين الناس ثم يسرحون إلى الجنة. قال: ثم يخرج من النار عنق له عينان تبصران ولسان فصيح، فيقول: إني وكلت بثلاثة، إني وكلت بكل جبار عنيد. فيلتقطهم من بين الناس كما يلتقط الطير حب السمسم، ثم يهوي بهم في غمرات جهنم والعياذ بالله. ثم يقول: إني وكلت بمن آذى الله ورسوله، فيلتقطهم من بين الناس كما يلتقط الطير حب السمسم، ثم يهوي بهم في غمرات جهنم. ثم يقول: إني وكلت بأهل التصاوير اللي ينحتون ويرسمون صور ذوات الأرواح، فيلتقطهم من بين الناس كما يلتقط الطير حب السمسم. قال: ثم تنشر الصحف وتجعل الموازين ويدعى الناس للحساب. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم بواسع رحمته. السلام عليكم.